نبقى في الملف الاقتصادي ونذهب إلى صحيفة التيار، ومنها نقرأ مؤشر خطير: توقف كامل لطلبات الاستثمار الأجنبي في السودان. في تفاصيل الخبر، كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن توقف طلبات الاستثمار الأجنبي بالسودان في خطوة تعيد البلاد إلى الوراء بعد بشريات مؤتمر باريس للمانحين، والتي كانت ستحدث نقلة في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. وتسببت إجراءات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 من أكتوبر الماضي بإعاقة السودان من الحصول على المساعدات الدولية، ما أدخل البلاد في مزيد من التعقيدات. قالت وزيرة الاستثمار المكلفة أحلام مدني مهدي في حديث للتيار: رغم الوعود السابقة عقب مؤتمر باريس بتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، إلا أن جميع طلبات الشركات العالمية في الاستثمار بالمشاريع قد توقفت، ورجعت ذلك التوترات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي. كيف تعلق على هذا الخبر أستاذ عبد المنعم؟ طبعا يعني الاستثمارات الحقيقية والاستثمارات الجادة لا تذهب إلا للبلدان المستقرة سياسيا واقتصاديا وأمنيا. أي بلد غير مستقر سياسيا واقتصاديا وأمنيا، حتى لو جاءته استثمارات ستكون استثمارات ذات طابع مشبوه، استثمارات ليست حقيقية، استثمارات مصدر أموال ذات ما فيه شفافية. لذلك قضية الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي واحدة من العوامل الأساسية جدا. وكان من المتوقع بعد ما مش مؤتمر باريس، بعد ما الحديث حول صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وحول إعفاءات، الحديث عن إعفاءات إجراءات إعفاءات الديون التي بدأت، الحديث عن التمويلات التي قرر البنك الدولي أن يدفعها، التمويلات التي قررت عدد من الدول أن تدفعها، كان من المتوقع أن تكون أثر واضح حتى على بداية الميزانية بتاعت 2022، لأن هذه الأموال أجل سدادة في بداية العام. الآن ما حدث من انقلاب في 25 أكتوبر أربك كل هذا المشهد، يعني أعاد المشهد، أعاد المشهد في قضية إعفاء الديون، في قضية الحصول على التمويلات إلى ما قبل ثورة ديسمبر الآن المؤسسات المالية الدولية وخاصة البنوك اللي كانت بدأت فتحت نوافذ للتعامل، خاصة البنوك الغربية وليست البنوك العربية، فتحت نوافذ للتعامل مع البنوك السودانية وفتح خطابات الاعتمادات والتحويلات وكذا، أعلنت عن توقفها بسبب ما حدث من إجراءات سياسية. لأنه لذلك نحن نقول الاستقرار السياسي مربوط بالاستقرار الاقتصادي، ما بينفكوا عن بعض. ونحن أصلا بلد البنية التحتية حقتها ما مكتملة، ونحن بلد عندها إمكانيات محتاجة لأموال ضخمة للاستثمارات، محتاجة لاستثمارات ضخمة جدا. وشهدنا في الفترة الماضية أنه في عدد من الشركات الكبيرة جدا، يعني إحنا شهدنا شركة زي جنرال إلكتريك جاءت وقالت أنها هي حتى تدخل في قصة، شهدنا شركة زي سيمنز أنها هي يعني وهي عملاق الطاقة الموجود في أوروبا أنها هي عايزة، شهدنا مجموعة من الشركات الفرنسية فأنها هي تريد أن تدخل في مجال الاستثمارات. هذا كله توقف بالذي بعد من الذي حدث يوم 25 أكتوبر. يعني كأنما أنت قطعت الطريق ليس على قضية التطور السياسي، أنت قطعت الطريق حتى على قضية التعافي الاقتصادي. مهما 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 قيل حول سياسة البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، أنت الآن لا تستطيع أن تعيش في هذا العالم منعزلاً، لا بد أن تكون جزء من هذا العالم. والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي حتى والإجراءات الغاسية التي فرضها على الحكومة للتعافي الاقتصادي، لأنه هو لأنك أنت تريد أن تدخل إلى دورة الاقتصاد العالمي، أنت ظللت لسنوات طويلة جدا بسبب العقوبات المفروضة عليك أنك أنت خارج دورة الاقتصاد، أنك أنت يعني لو سألت أي رجل أعمال لو دار يستورد أي منتج أو آلة لمصنعه من دولة أوروبية أو من دولة في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، تجد أنه هذه السلعة تذهب إلى أي من الدول العربية خاصة الإمارات العربية المتحدة، تنزل هناك ويعاد تصديرها مرة أخرى. نعم. والتحويلات الأموال ذاتها تتم من ليس من خارج السودان. أنت تريد أن تعود كان أنك تعود لتعيش حياة طبيعية، الآن تم قطع الطريق على هذه الحياة. نعم، هناك الذين يدافعون عن الانقلاب يقولون أن هذا هو اختلاف معسكرات فقط، الآن لديهم معسكرين مطروحين مثلا، معسكر روسي مثلا، أو حتى الصين لأنها كانت تستثمر أيام حرب الجنوب في قطاع النفط هنا في السودان. هل يمكن أن نشهد هذه المعسكرات بأنها ربما تعيد تدفق الاستثمارات؟ أولا طبعا حسب وجهة النظر طبعا روسيا هي يعني دولة كبيرة، هي تعمل في مجالات محددة، لكن ما عرف عن روسيا
منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في أنها هي تقدم معونات. نحن يعني محتاجين لبعض المعونات لنخرج من عنق الزجاجة. ما عرف عن روسيا بأنها تدفع أموال. أما الصين، الصين هناك يعني صحيح أنها هي استثمرت في قطاع النفط السوداني وشهدنا طفرة مرتبطة بالنفط، لكن الاستثمارات الصينية حولها تحفظات كثيرة جدا، تحفظات في أنها هي أن الأموال المتم استثمارها تدور داخل الصين، وأنت يعني أنت مثلا ممكن تحصل على قرض من مؤسسة مالية صينية، لكن هذا القرض يشترط عليك أنه الشركات التي تنفذ هي شركات صينية، وتصبح الأموال تدور داخل الصين، وأنت عليك الأرباح والمديونية مستمرة عليك. الآن الصين، الآن الصين ليست منفتحة على الاستثمارات السودانية، لأنه لسبب، لأنه لديها مديونيات كبيرة جدا على السودان، وقضية المديونيات ما تم حلها. وكان لما عقد مؤتمر باريس كان حديث عن أنه والله ستبدأ مفاوضات، يعني صرح مسؤول صيني أنه نحن مستعدين ندخل في تفاوض مع الحكومة السودانية لحل قضية الديون. هذا توقف، حتى الاستثمارات الصينية لن توقف. روسيا الآن موجودة بعض الشركات الروسية في مجال الذهب، لكن ليست موجودة روسيا في مجال الزراعة، ليست موجودة في مجال الصناعة، فقط موجودة في مجال محدد مربوط بتعدين الذهب. وقضية تعدين الذهب هذه قضية يعني محتاجة لكثير من الشفافية،